ننتقل للتقرير الجاي مشاهدينا، وهو يعني طبعا احنا اشرنا في بداية الحلقة الى وفاة الفنان القدير سعيد صالح. الحقيقة تصدر امبارح خبر وفاته مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في حزن شديد خيم على، يمكن خلينا نقول، على الوطن العربي كله اللي كان بيحب سعيد صالح. تعالوا نشوف. رحل سعيد صالح بجسده فقط، ولكن طبعا هيظل موجود في وسط جمهوره وفي وسط الناس اللي بتحبه بأعماله الجميلة التي أسعدتنا على مدار سنوات طويلة. مشاهدينا، ده كان آخر تقرير معنا في هذه الفقرة، وبعد الفاصل أحوال الناس، ابقوا معنا.